الوطن بيضل والخير علينا بيجل. تجربة مهمة وعلى مستوى الكلية. لك على مستوى البيت كنت تنيمني بالمقفر أسبوع، على مستوى الكلية بتروحنا بلاها. بابا شو بلاها؟ صار لي أسبوع شاحن الخلايا ونائع المحاليل. اسمعي اسمعي اسمعي، طول عمره بيشحن، أول مرة بينا معناتها الواقعة سودا. شرفوا. يلا اطلعوا 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 اطلعوا. بابا نورما ما فيك تروحي معها أنتِ؟ بابا شايفني بنت صغيرة لحتى ما أعرف سجل لحالي بالمقفر. إيه بنت صغيرة وبدك تخوزقينا. لانه خايف هلا تروح تختار مع هذا الطب البيطري، ويا ريت بالشام بالرقه. بابا خلاص لا تعكل هم، انا رح اروح معه ورح اسجل رغبات اتفقنا عليها. بركي انا بدي اسجل مثل ما انا بدي، مثل ما انا بحب، مو مثل خلاص متى ما اتفقنا امبارح. يلا امشي خلصينا. واحد ملي واحد ملي واحد ملي واحد ملي. جدتك دي لكاها هالطويلة يا محلاها المزيونة يا ألقاها. جدتك جدتك دي لكاها خاصة في ليبيا. والله في ريحة حريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زال يا زال ما مش قادر. شوفي هاي امي، شوفي هاي شوفي هاي شوفي هاي. الله يوفقك ان شاء الله. انت امبارح تنبسط لحتى ينحرق البيت كلياته. ما ليش امي عم بعمل تجربة ونجحت لازم تفرحي لي. الله اعطيك العافية. لك شو قال لي نفتالين. ايه لك التجربة فيها نفتالين طبيعي. ايك ولا قول الحمد لله انه ابوك ما انه بالبيت. والله ما يشوف هالمنظر، والله يشم هالريحة لقيمة ايابتك. طب دايما شيل الريحة من البيت. يلا ماشي امي ماشي، ولا يهمك ولا يهمك. تلقاها يعطيك العافية يا ميزان. أهلين أبو الروض. خير؟ الأستاذ جهاد موجود؟ لا والله طلع على الحزب. على الحزب؟ أيوة معنا تأكيد بده يجيب معه القوائم لأنه بكرة بدنا نبلش توزيع. قوائم شو؟ توزيع شو؟ ليش ما بتعرفي؟ ما قالك الأستاذ جهاد إنه استلم منصب؟ ما في ثقة يعني؟ منصب جهاد؟ أي منصب؟ الأستاذ جهاد استلم منصب رئيس لجنة توزيع المازوت بالحارة وأنا معه باللجنة. ما قال لك؟ آه لا بلا قال لي. كيف ما قال لي؟ كتير منيح. لكن بركي بتحكي لنا معه كلمتين يلحلح لنا الأمور شوي. أي أمور بدها تتلحلح؟ يا أم يزن أنا أصلاً حطيت حالي بهاللجنة مع الأستاذ جهاد. القصة منربح منها بلاوي، بس الواحد لازم يهز كتافه شوي. بلا مؤاخذة صارعنا من الصبح للمساء وطنيات وطنيات وطنيات، كلياتنا وطنيين، بس يهز كتافه شوي، يلحلح أموره، يلحس إصبعته، لازم يعرف من أين تؤكل الكتف. إلا خلص خلص، أنا بوعدك إني أتدخل بشكل شخصي وأحكي مع جهاد. اتكال على الله وعليكي، أنا برد بيجي لعندكم بس يجي الأستاذ جهاد، لازم نبلش خطة العمل. مع السلامة. الله معك. ليك لا ابن الهمة ليك، بس
تستلم لجنة المنزلت والمؤهل. ايه؟ خير ان شاء الله. انا بورجيك اشياء هذا. مثالي، هاي. جيبي لي بيدونات المازوت تبعك. بدي اعبي لك اياهم. ما في شيء من واجبك حبيبتي. جهاد استلم رئيس لجنة المازوت تبع الحي. تكرم عيونك ولا يهمك. اهلا وسهلا. انت بس خففي لي من ردحاتك. ماشي. الله معك، مع السلامة. تضرب انت وهالريحة. فوت فوت ام روضة. جبت معك اسماء اهل الحارة؟ جبتك الله. طاير عقلي، طاير عقلي من الفرحة. حطونا لحالنا باللجنة من راسي لراسك. تفهم علي وبفهم عليه. والله أنا ماني فهمان شيء، وماني فهمان ليش حاطين اسمك معي باللجنة. أستاذ جهاد، هذا الوقت هيك بده. بدك تهز كتافك، تحرك حالك، تلحص إصبعتك، تعرف من أين تؤكل الكتف. صحيح، بس إن شاء الله يا رب ياكلك دب روسي يريحني منك. وينك؟ إذا سألتك مرتي اصحك تجيب سيرة اللجنة ها؟ إذا سألتك إلا هيك في عنا خدمات للحارة. شو بقى؟ لا لا ايش لا ما شرف حبيبة قلبي يا ميسر خانو. شرف الواحد. شو الريحة أستاذ جهاد؟ إذا بده يساعد حدا بيلاقي قدام من أهله وحبايبه. شرف شرف هون حبيبي. شرف والله أنا قلت لحالي بما إنه جهاد صار رئيس لجنة المازوت بالحي فما رح لاقي أبدا منكم. قلت يا رندوشة ما في غير ميسر تخدميها بهاي القصة. لك ولا يهمك حبيبتي، لك أنا عيوني لإلك. لك شو عرفها اللي بس؟ انت خبرته ولا؟ شو بيعرفني انه ما بتعرف؟ انت ما قلت لي انك ما قلت له. خرب بيت قلبك، لك تنقال اقوالك، لك حطوك تحت مدحلة. ليش عم تخبص هلا؟ بالله عبيته حر، ايه ما في مشكلة حبيبة قلبي، لك عن أي حدا إنك حابة تسبقيه مني، قولي لي بخلي جهاد يعبي لكم قد ما بدكم، بعرف تحبي هي الشغلة. أنا بدي أعبي لهم، شو شايفتيني وزير؟ توبري قلبي، إن شاء الله شوف وشك بخير. باي باي. الله معك. يعني ما كان فيك تستنى بس لحتى سكر التليفون؟ هلأ بتكون سمعتها وتسمعني يا ستي. لك هلأ حتى سمعتي الخبر؟ أنت لحقتي الطشين. أنت لو سمعت صوتك كيف غص لما قلت لجهاد جوزي حبيبي رئيس لجنة المازوت، والله كانت روحك تنشنشت. إيش هو وزير سلموني؟ بعدين فرضي بدها مازوت، شو بتعملي؟ ما رح تطلب. إذا بتموت من البرد وعظامها بتهر قدامها ما رح تطلب مني. والله مستعدة تعبي برميل المازوت بمئة ألف ليرة، المهم أنا ما أدرى. سمعت برو؟ قلت لك النسوان نص عقل. خلاص ولا يهمك، أنت قليلة موجود، من بيعها حر أربح لنا. شفت؟ هيك الناس بتحكي. أنت يا حبيبي يا قلبي يا عمري، ليش ما خبرتني؟ وليش لحتى خبري؟ هاي بدون ما خبرك طشيتي الدنيا واشتغلتي سنترال، شلون لو خبرتي؟ ما مالش، كنت مالي، قلت بتسلى شوي وبطقها كتير. يخرب بيت قلبك، مالي؟ هاي خدمة للوطن، كلفونا إنه نوزع على الحارة وعلى الحي كله، لك هاي مسؤولية، عنا شيء ألف بيت بدنا نوزع لهم، بكرة بيجوكي ناس بدون يسرقوا، بيجوكي ناس مدعومين بيقول لك أخي طلع لي براني، عيب، ضروري تدحشي أناملك بهاللجنة هاي، ما بكفي أنامل هذا الحليوة، داعشها معي، خلصنا بقى. لك شو الريحة هاي؟ هاي أنامل ابنك يزن هو وتجاربه. هذا اللي كان ناقصنا. شو قلبه على الكيمياء ما بعرف. على علمي ابنك يزن بيدرس معلوماتية، شو أخده على الكيمياء؟ ما بعرف هيك طلعت معه. سيدي رح ساوي لكم قهوة، معلش المعاملة مع الله. خلينا نبلش على السريع أستاذ جهاد ولا على الحاسبة. هلا مين معنا بلشنا؟ أنا وياك وصاحب الكازين أمون. صاحب الكازين لا تاكل همه، بجيبتنا الصغيرة. كيف يعني بجيبتنا؟ يعني بده ياخذ حصته وبيتركنا نشتغل على راحتنا. حصه شو؟ استاذ جهاد ركز معي، خلينا نخلص شغل بعدين مشي. خلدون وانطوان وبديع وسعيد وعاصم وهشام واسماعيل ويزن ومروان وحسان، هدول امنا لهم. نجي لهون. اهلين طلع، كيفك؟ تحمل حالك وبتجي لهون وبتجيب معك بيدونين مازوت. مو بدك تضل دفيان بالشتوية؟ جيب البيدونين وتعال عندي. مع السلامة أهلين.
هلا هشام السعيد وين؟ هذا على الان باليونان، في قابل يرجع ان شاء الله. اللي شو رايك بالخطاط؟ انا خطاط الخطه اللي شرحت لك اياها من بيع مازوت من الحصص بعطنا. هي الحسك ابو ملعون يعدمني اياك، لكن نحن بدنا خطه نوزع مازوت على العالم بالعدل بالتساوي، مو خطه لحتى نسرق المازوتات. مين جاب سيره السرقه بلا مؤاخذه؟ اذا نحن ما استفدنا غيرنا بده يستفيد. إيه لا نحن اولى، مش هيك عم نعمل خير. كله قبل انا خير هاد. يو شو بكم لسه ما بتلحقوا تجتمعوا حتى تعلى اصوات؟ لك حاطط خطه لتوزيع المازوت مليحه كثير، بس في خطه ثانيه مقابله كيف بدنا نسرق المازوتات. يا استاذ جهاد انت ليه حامل السلم بالعرض؟ عم نقول لك في 300 بيت بالحاره، هدول اصحابهم شي مسافر وشي منتقل، هدول شو بدنا نعمل بحصولهم واسمائهم؟ بنمسحهم، ما بنتحمل مسؤوليتهم بنوب. ابو الروض لا تجنني، ها شو بدك تعمل فيهم؟ قل لي. بناخذهم بنبيعهم حر. ايوه اظهر وبانوا عليك الامان، والله حاسب الحساب، اقسم بالله وحياه اولادي حاسب الحساب. اسمع لأقول لك انا بالقانون، ها انا بالقانون بس بشتغل، غير هيك روح بلد البحر. ولك يا اخي في حدا بتجي لعنده الرزقه وبيرفسها؟ 300 بيت هدول فيهم مربح 200 الف ليره. انا قلت لحالي انت لا تقول لحالك شيء، عمي انا رئيس اللجنه وانت بتمشي مثل ما بامرك. هلا مثل ما قلت لي انت انه بنروح سوا بنوزع، انا موافق، بس على شرط نركب سياره واحده، واي بيت بدنا نوزعه بتنزل انت بتطلع لفوق على السطح بتراقب الخزان وانا من تحت براقب العداد. انا ما بامل ما تخوزقني. في بالعاده يعني؟ شو في بالعاده؟ هوايه من هواياتك، انت كل يوم بالقهوه عم تلعب طاوله، هي اهم هوايه انك تخوزقني. اخي جهاد انا ما راح اتدخل بالتوزيع، انت وزع، بس في حصص هالكم بيت اترك لي اياهم بسترزق فيهم. والله على جستي. ايه شو بدك تطالعنا بلوشي من هالشغله؟ شو فاتح جمعيه خيريه انا عم وزع ببلاش، ما بدي استفد لي قرشين. لك من هو انك بتحط اسمك؟ ليش تواسطت وحطيت اسمك؟ انا قلت لحالي توقعتك تكون مرن، تتلحلح شوي، تاخذ وتعطي. كلنا وطنيين، والله حلوه الوطنيه، بس يعني وطنيه مع شويه استفاده ما بيمشي الحال. جهاد انت ليش هيك؟ شغلة اجت لعندك وما فيها شيء، ليش حتى ما تستفيد منها يا حبيبي؟ طب هلا معنا شوية مصاري، بكره بس يخلصوا كيف بدنا نظبط حالنا؟ أنت ما بتقدر ما تعترض، ما بتقدر ما تكون مثل خالص البحر. بدي وقف له سنجة عرض. قوم قوم قوم. لوين؟ على الكازية، لك هذا خنقنا بالريحة. يزن! يزن الله يرضى عليكي، احكي لك كلمة حلوة خليه يتلحلح، شغلة اجت على رجليها نستفيد منها بلا ما تطير. مشان الله أبو الروض أنت هيك زبطها من تحت لتحت وبلا ما يدرى جوزي، لأني أنا بعرفه إنه يتلحلح مستحيل. أنا ورا لحتى خليه هرهر مصاري. يلا والله ما عم استحكم يا أم سالم. لك تستحكم الناموس بنص أنفاق. شبكي ليش بتضلي فايدة على غارة؟ روحي سلق وانتي قلتي لنا استعجلوا، استعجلنا اجينا بسرعة. استعجلي شوي. أبو سالم هاي البيدونات من وين بتجيبها؟ عند بياع البيدونات. لا يعني بالمناخلية بتلاقي منه. طلال بتروح بوشك على المناخلية. ولك على المناخلية مو الداخلية يا بني آدم، أنت شبك بتلزق بالأبواب يا الله أبو سالي، يلا بتخلصي. ما عم يستحكي معك. إيه طلال. لا تخربط الدور ولا مقواص. لا تخافي حطيتهم اخر شي خالته. خلخل عظامك. عاش بقى تردحي فوق راسي ام سالي. ايه انت التانية وينو جوزك؟ بدنا ناخذ مازوتاتنا ونمشي. ناخذ مازوتاتنا ونمشي. ليكي لا تضايقيني، لولا منك انت رح توقفي هاي السنه شهر على الكازيه لبين ما تعبيهم. لا تخليني غير رايي. دحرجه يعني شو حكينا؟ انت طلع ساعد يزا. حاضر مرت عمو. عم الدبب ان شاء الله يا ابنك. اسف اسف. تروح لدخل. خلص مش الحل. اطلع بقى.
خلص كل واحد مسجل اسمه عنا راح يطلع له مازوت، والاسماء مو من عندي، الاسماء اجت من البلدية. لك خلصنا اهدوا شوي، شو جايين نسوي هون؟ شايفين عندي ترمز مازوت؟ بكرة بالسيارة منيجي لقدام بيت كل واحد منكم بنعبي له منيح. لاما شو ها؟ أهلين تقبرني. وين المازوت؟ جبت المازوت. شو عاملين؟ قلت له لطلال يجيب معه كم بدون من المناخلية. كان شو؟ مو قلت في 300 بيت بدون مازوت؟ يخرب بيت قلبك، لك أنا محضر حالي على خازوق من أبروض مو مني، يخرب بيتك وعامل مظاهرة وعاملين لي نجلة مازوت عليك. لك شو عملت جهاز شباك؟ عبا انا جبت بس بيدونين، قلت له شو البعزقه بكفوا. انت مين لك بيطلع لك ولا هذا المازوت اهل الحاره بس؟ عمو انا قلت لحالي يعني ما تقول لحالك يا ايان، انت قاعد بيدوناتك وامشي. لك ابو يزن وين مازوتاتنا طيب؟ ابو سالي انتوا جاي اسمكم ما بكون واسطه، ليش ناتي على البيدونات معها؟ انا ام سالي قالت لي انه ام يزن حكت معها. ام يزن ما لها علاقه. لك تروح ما ترجع، تنزل ما تطلع، ما بتعرف تحكي كلمتين. ابو يزن جبنا بيدوناتنا مشان نعبي اول شيء. لك نفس رايني الله يخليكي، رح تعبوا بس مو هون بالكازيه، او بكره بتيجي لعندكم السياره. لك انا قلت لهم جيراننا هدول، قلت بنخدمهم. هلا شو نسوي؟ هلا بتطلع بيدوناتك ولا بشوطك وبشوطهم؟ ها يلا. مو الحق عليك، الحق علينا اللي سمعنا كلامكم. امشي يا ابو سالي. يلا معك. روح عند الثاني من هون. صح. هات البيدونات. روح من هون. يلا روح يا ابو سالي. انت شو جاي تساوي هون؟ ولك جيت معك انا. ليش شو لحقني؟ اخي انا لقيت حل. قول. ما عدنا نتاجر بالمازوت. منيح هي؟ لهلا منيح. بس اكيد في خازوق عم تنشر لي اياه. شو هو؟ عمي نحن بناخذ 500 ورقه اكراميه اجار توصيل المازوت للعالم. اتفقنا؟ اسمعوا لا تتعب مخك وتفكر كيف بدك تسرقنا العالم المعتره. ليك اكثر من 100 ليره على كل بيت ما بناخذ. ايه تخنت بقى، عم نجي لعندك يا استاذ جهاد، تعال عنا. لك تجيك موجة تسونامي تقشك قش من فرنسا لامريكا، حل عني. مشيتهم كلهم بابا. ولا؟ مو على اساس عندك تجربة سلاح دمار شامل؟ شو معتك برا وعملي ديوان المحافظة؟ وامك هي اللي جمعت البشر كلها. جهاد، ام سالي وابو سالي هن جمعوا العالم، انا مالي علاقة. عمو بوس ايدك، ما في مجال تعبي لي هالبيدونين، ايه والله الحر اغلب 2000 ورقة. والله اخطبوط انت، لك ساعتين غبتون. لحقتي تعملي كل هالإنجازات؟ طلال عمك بده يعبي لك مازوت، ورح يعبي لك 60 لتر بدل 50. وحياة أخي سعيد إذا ما بتعبي له مازوتاته رح تشوف شي بعمره ما يعجبك. حلفت بسعيد، حلفت بسعيد خالق، حلفت بسعيد. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. حبيبي لك مو عيب عليكي، عم تهدديني بأخوك السعيد قدام الكر، قدام الأخ. أنا آسف حبيبي، والله الناس عم تموت لحتى تفوت قرش على بيتها، ونحن النامي عم تجينا لعنا لهون على البيت وانت عم ترفسها ترفيس. لا يا رندا، مو أنا اللي بعمل هيك شغلات، ضميري ما بيطوعني. عيب هلأ أنت مفكرة مو عندي رغبة يصير معي مصاري وعيشكم أحلى عيشة؟ بس مو بهالطريقة هاي. يعني على طريقتك انت اذا اجتني الفرصه واغتنمتها وما زتيتها والله لا يزتوني بابوه، الدبان الازرق ما بيعرفوا اني. جهاد انا ما بدي تشتغل شيء ضد ضميرك وما بقبل يصير عليك شيء، بس كل الناس عم تشتغل هيك، يعني ايش معنى وقفت عليك؟ انت كيف بدنا نجيب مصاري؟ لك يا رندا ارجوك اتوسل اليك اسمعيني منيح، اللي بيشتغلوا هيك شغلات ناس ماكنين، ما حدا بيقدر يقول لهم شيء، انا غير هيك، قلت لك مبادئي غير هيك. اليك وابو الروض. لك حاجة تليلي أبو بطيخ وأبو الروض، أبو الروض هذا واحد محتال دولي، شو بدك فيه؟ أختي من الآخر أنا تكلفت إني وزع مازوت بالعدل لكل الناس، وبعدين لأقول لك شغلة، مو إني دب ما رح استفيد، رح استفيد، مين قال لي؟ أول شيء رح نعبي نحن، وتاني شيء في مكافأة من الحزب رح يعطوني إياها. قديش رح يعطوك؟ 6000 ليرة، حلوة. لك حاجة تم تقضي، نعمة كريم، شكري رب العالمين، 6000 حلوين شو بهم؟ بعدين الله يخليكي انت بدل ما تساعديني جاي عم بتزني علي لحتى وصل لمرحله يصير مثل ابو الروض. لك هذا واحد حرامي بالهموطي تاجر ازمه. يا
ليش هيك بتعجي حالك انت؟ مشان نخلص والله مليت. خلصنا خلص هي اخر بدو اجيب بس بدو. صبر صبر هلا شو بدنا نعمل بكل هالبيدونات؟ شو بعرفني هلا بيننا بابا. مرحبا مرحبا. اهلين اهلين حبيبتي. شو كل هالبيدونات هيك؟ عمو صار رئيس لجنة المازوت. شو يعني شو يعني؟ يعني رح يعبي لنا بيدونين كاملين 60 لتر خبيهم للسنة الجاية بتدفع عليهم أنا وياكي. ليش رجعلهم من هلأ وبعزي؟ يس يس انبسطي بخطيبك الكحتة. لك الواحد بوفر بكل شيء إلا بصحته. شو بك؟ أنا ما عم بوفر بصحتي، عم بوفر بالمازوت. صف معي هدول. مرحبا أمي. أهلين. سجلتوا بالمفاضلة؟ عملت مثل ما قال لي بابا بالضبط. ايه ضروري لانه ابوكم صاير مثل موسوليني يلي بيقولوا بده يتنفس بالحلف. انا فايت على غرفتي. وانا كمان. يلا شوفي شو صاير معه. شوفي شوفي شو هالخبيث اللي صار. عمي اهلين. شوفي شو المصيبه اللي عملتيها. ماني عامله شيء انا، ما دخلني. وينه يزن؟ يزن شو عم سوي؟ ما في شيء يا ابو يزن. شو هاد؟ ابنك على اعتباره بيفهم بكمبيوتر المسننات، فقلت لحالي بركي بزيت هالعدادات لانه انصدي. شوفت عينك، هي عدادات المازوت تبع سياراتها. هلا هاد بده ينظفها، هذا بفرطها بيتبعها. شو بفهمك فيها ولا بابا؟ انا كل شيء بيشتغل بالارقام والكمبيوترات والمسننات خصيصا من اختصاصي. ابو الروض اذا التعن افتصر للعداد لا تقول ابنك. لا تخاف يا استاذ جهاد، لا تخاف. عم اقول لك ليك وصلحه اول واحد، عين الله عليه عم يشتغل تمام تمام. شو هالحكي صعيب؟ لكن بابا هذا الثاني. يخرب بيت قلبك، هي اول مره بتعمل شغله منيحه. استاذ جهاد ليك ابو الروض انه نبيع مازوت حر ما في، وانه نزيد اجار على الناس هالمعتره بالتوصيل كمان ما في، وانه تلاقي شي طريقه مشان السرقه بطرقك بهالشاكوش على راسك. خلاص عمي بطلنا، ما عدنا نعمل شي. يا عين عليك، هيك بدي اياك. بكره امتى؟ بكره الساعه 6 الصبح بعبي لك وبعبي للجيران، على الساعه 8 بنكون خلصنا بنعبي لبقيه اهل الحاره. ايه كويس. هي البيدونات شو بدنا نعمل فيها؟ عندي انا رح بيعهم بربح لي فيهم قرشين. ماشي يلا كملوا تخبيط. وين مغادرنا؟ ايه والله بدك شي عمو؟ لا لا ابدا، وفرت على حالك تقليعا. الله معك. بابا طلال بده يقول لك شي. شو بدك؟ مازوت رح نعبي لك، بدك صوبيا كمان؟ ايه والله يا ريت. على الحطب. قل لي عمو، انا هالكام يوم ما عندي شغل، فشو قلت لحالي؟ بشي بساعدك؟ يعني مو حلوه انت استاذ كبير والك قيمتك تدور تعبي مازوت للعالم؟ سكوت سكوت، شو شايفني على طنبر عم بيع؟ انا بس براقب، الكازيه هي بتعبي. ايه شو علي عمو؟ بساعدك بساعدك. خلص خلص 6 الصبح كون مزروع هون. تصبحوا على خير. انت بخير عمو. وافا هيك رح ينبسط منك كثير. معناتها انا رح اروح نام وبكره 6 الصبح بكون مزروع عندكم هون. فيقني مشان اعمل لك قهوه. بس قهوه؟ ما بدك تعملي لي فطور؟ بدك تكرم عيونك. بدك الله يكرمك. يلا بدك شعري. ايدك يا لا 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 يا لا. مو هذا سهران دكتور طلال؟ بلا هذا هو دراب السخن. شو صاير له؟ شو بيعرفني؟ ابو عجقه. حبيبي مشان الله طفي المنبه. قوم هلا بتتأخر. قوم يلا قوم يلا. شو الشغلة اللي اجت رندا؟ بدي شي بنطلون رياضة أو أي شي، بس هيك وقميص مشان مازوت. حبيبي بأرض الخزانة فيه بتلاقيك شغلة. حبيبي
أنا كثير مبسوطة لأنك بدك تساعده لبابا، بس لا تتعبي حالك أبداً. ولا يهمك حبيبتي، حتى لو تعبت بكون وفرت على حالي 10,000 ليرة إذا عمو عبالي هالبدونين ببلاش. هذا جاي يساعد أبوك يا هذا جاي يبلصه بالمازوت. مسؤول يا زلمة. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير عمو. كنتي معه شو مفيقة؟ أنا سمعت أصواتهم، قلت بجوز رايحين شي مشوار بروحوا. واقفي بأدب. كيف؟ نزلي هذيك الرجل. يلا روحي نامي. ما بكنت روحي نامي. بابا حبيبي صب لك فنجان قهوة؟ صبي. بابا بدي اياك تاخذ هذا الجهاز جرب لي اياه معك. جهاز شو؟ مو تبع الضغط ها؟ هو كان تبع ضغط بس أنا طورته. منين جبته ها؟ بعلمي ما في جهاز ضغط عنا بالبيت، منين استوليت عليه؟ جبته من الكلية مشان الجهاز. كلية معلوماتية وفيها جهاز ضغط؟ العميد معه قلب. تفضل بابا. ايه؟ ايه بابا. هذا جهاز لقياس نسبة الحموضة. بتحط هذا البربيش بالبيدون وبتشوف لي شو بيطلع على العداد، بس بدك تنتبه تحط ايدك هون على البربيش لأنه في كهرباء 220 فولت. يعني بدي أحط البربيش بالبيدون وفيه 220 فولت؟ ايه. انت بس امسكه من هون واقرا لي شو في على العداد. سمعتي نورما؟ اقرا لي شو بيطلع على العداد يخرب بيت قلبك، لك انا اقرا، انا رح لحق اقرا، كون انفجرت انا والبيدون وعدادك. بابا لا تخاف كل شيء محسوب عندي. امسك لي قلي. طالما محسوب اعطيني اياه. تفضل. خلص شكرا. بابا شرف. جاي جاي ابو الروض. يلا يلا يلا. اسمع لقلك. تركب بالسيارة تانية وبتراقب كل بيت قديش عم بعبوله، 50 لتر 50 لتر عم ماشي بيطلع 7,000 و100 توصيلة ماشي؟ ولا يهمك رح تكون سيف بظهرك. سيف بظهري؟ تضرب انت يا ابو المصطلح امشي. حاضر معلم. معلم كمان لغي لي اياها شو تايبني رئيس فرع. ولا قال لك رئيس فرع مازوت. الله عليك يا عمو. جاهز؟ اهلين بالروب جاهز. السيارة معي والشباب جاهزين بدهم يجوا ياخذوا البيدونات. شرفوا. يلا يلا كثير كويس. يلا. يلا ماما يلا ابوك ما تقولوا غير اجا بكون ميت من الشوق. انه بس بدي اعرف شو عم بيسوق الصبح للمسا بالراس بيت الشرايين جاي. تعي خدي هاي الطنجره وبلا لعيب. ان شاء الله يكون اشتغلوا العدادات منيح مشان يثق فيني بقى. ان شاء الله يكون ما غلطنا لانه ما في حدا يطبخ له. انت لله رجع له من كان. يلا حبيبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. الله يسلمكم. شو عرفتي؟ رائحة. ريحة مازوت شو بدنا نحط يعني ما بعرف ديدوران. يلا رح أجهز لكم. إيه فوت لنرتاح. خلينا نرتاح شوي عمو. عندك وين بدكم تريحوا؟ إن شاء الله على الكنبايات. هلأ بتعبوا لي إياهم ريحة مازوت. لك بس لناخذ نفس شوي. حبيبي فوت تتحمم بالاول بعدين بتاخذ نفس مشان الله ما تزعل مني. والله ريحتكم طالعه مثل ريحه البيت وقت الفطفي الصوبيا. شايفه التشبيه؟ خلاص راح نقعد على الارض مشان تنبسطي. ما بدنا نلعب شيء. ها خذ ارتكي عم ارتكي. عم تتفرجوا؟ يلا كملوا حط اكل ابوكم جوعان. بابا طمني اشتغلوا العداده؟ شو اشتغلوا؟ بجننوا. أول مرة بتعمل شغلة بترفع لي راسي. احكي لي حبيبي شو عملتوا؟ تعبتوا كتير ما؟ إلا قال تعبنا قال نهدينا هد هلكنا هلاك يا مرت عمو. لك أبو الروض هذا هلكنا. شغلنا كأنه مرابعين عنده. على طلع بيدون نزل بيدون، طلع نربيش نزل نربيش، يخرب بيت قلبه. بس الحمد لله المهم شغلة بترفع الراس، وبالنسبة لي فعلا راح بيض وش قدام القيادة. ومطولين شي؟ نحن على اساس شي شهر، بس بهالطريقه ما بعرف، نحن فتلنا شي 200 بيت مو؟ 200 250. هو كان بسياره وانا بسياره، وهذاك عم بفن مثل البلبل يخرب بيت قلبه، ما في غير نلضمه وهيك نرش ورش على الارض. بس الحمد لله احسن. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. فوت على الحمام حبيبي. Thank you.
صار من الصعب الحمام. حدا حابب يزوق على حاله ويتحمم ببيته؟ بسيطة مرت عمو، المسا بعد العشاء بروح بتحمم بالبيت. لا لا، إنه الريحة بتقتل، مو شاممتي اياه؟ مسكوا عنبر امي، حطلك حمام. اي خلص مرت عمو رح ترتاحي، خلصنا توزيع معزوط لأنه. حبيبي تعبت هذا الأسبوع مو؟ اي والله تعبت كثير، بس كمان استفدت كثير. عبيت بدونين ببلاش. منيح لي بابا اقتنع بالآخير. لك لا ما دخلوا عمو. رياض عبالي ياهم دوم يعرف عمو. اي عليم الله اذا عمو دري لحتى يذبحني. ما ابوك رح يجننا، كان عطاه اياهم يعني بلا هاللهية، ضروري ابو الروض يزله لطلال لحتى ياخذ المازوتات. لا مرت عمو، اعطاني اياهم منه لحاله، ما زلني ابدا. لك لانه انت كرامتك للسما. بعد عنك انا ضايف. لا حدا يفتح. صار عندي 400 فانس. يعطيك العافية ميزان. أهلين أبو الرول. أبو يزن موجود؟ إيه عم يتحمم شوي وبيخلص. إن شاء الله ناعي ما نسى الفانس. تسلم. جايب له مصاري. لا أي سلم على إيدك. تفضل. أهلا وسهلا. الله نعيمان يا استاذ جهاد. الله ينعم ماما امينا. زين ابو الروض حمام الهنا. نعيمان عمو الله ينعم عليك يا اخ. بعد هالاسبوع الماكن بدها حمام ماكن. معك حق. شو هاد شو هاد ابو يزن؟ من الاخر حتى ما طول عليك جبت لك المصاري. انا مصاري مكافاه ما حلا تطلع. مكافاه شو؟ انا سائل على مكافآت. انا جبت لك حصتك. حصتي من شو؟ توزيع المازوت. ميتة. الله لا يوفقك. منين اجت الميتة؟ هدول حصتك. 100,000 لك و100,000 لي. ابو الروض لا جنني. هاي ال100,000 منين اجت؟ جهاد رندا لا تدخلي. ها طول بالك يا استاذ جهاد. انا عملت مثل ما قلت لي، ما قربت على المازوتات وغير هيك، ما قربت على الاكراميات وما اخذنا ولا قرش. بس مو معقول ما نستفيد شوي، يعني مو معقول نطلع من المولد بلا حمص. ابو الروض نحن وزعنا على كل بيت 50 لتر بسعر الدولة وما أخذنا قرش زيادة. هدول منين؟ ولا طلال أنا ما دخلني يا عمو. أنا عملت مثل ما قلت لي بالحرف الواحد، والله ما بعرف شيء. يا أستاذ جهاد خليني أشرح لك. أنت أخذ عني فكرة غلط. اشرح لي اشرح لي قبل ما يطلق شجري وعيونك بقلعوا. يا أستاذ جهاد أنا بعرف أنه أنت زلمة نظامي ما بتحب تستفيد، وأنا كمان زلمة ما بحب كون مو نظامي، بس أنت اضطريتني. الله يعيني على الخازوق اللي بدي أكله. هلا احكي لي شوف. هلا التنكه كم بنز؟ بنز شو؟ طيب اللتر كم بنز؟ لك بنز شو؟ بنز طلع زلعومتك. بنز شو؟ يا اخي اللتر 10 بنسات، يعني التنكه قد ايه بتطلع؟ 200 بنز. هلا بدك تعمل لي درس رياضيات؟ ابو الروض اشرح لي هال 100,000 منين اجت؟ يا يزن تعا اشرح لابوك. تعا بابا. عداد السيارة تبع المازوت كل ما بتعبي لتر بيفتل فتلة واحدة. مزبوط مزبوط. تمام. بقى أنا شو قال لي أبو الروض عمين؟ شو قال لي؟ قال لي إنه بده العداد يعد قدام الناس 50 لتر، بس يلي بدهم ينزلوا بقلب البيدون هن 49 لتر. إيه شو إيه؟ ابنك عبقري ما شاء الله عليه، اللهم صل على النبي. شو هالولد اللي عندك؟ ما بعرف كيف هيك زبط لي اياها. صار العداد يعطي 50 لتر، نحن قد ايه كنا معبيين بالبيدون؟ 49 لتر. بهالحاله يا استاذ جهاد قد ايش كنا على جنب؟ 1500 لتر. قد ايه بعناهم؟ ب 200,000. 100 الي و100 الك. الله لا يوفقك يا زلمه، الله لا يوفقك. يخرب بيت قلبك، كل شيء عملته من احتياطات انه هالزلمه ما يسرق. خربت العداد. بابا انا ما كنت عرفان، هو قال لي انه بدنا ننقص من كل 50 لتر لتر، بس ما قال لي ليش. 10 بنسات، يعني نحن هلا موزعين على كل بيت 49 لتر بدل 50. لا هذا الحكي اللي عم تقوله عمليا، بس نظريا قدام الناس شايفه على العدادات 50 لتر، نحن عمليا عبينا 49 لتر، نظريا حطينا 50 لتر، وهيك بنكون عرفنا من اين تؤكل الكتف. بدك شيء؟ عمليا ما بدي منك شيء ولا نظريا بدي منك شيء، بس بدي علمك شغله. رح علمك كيف تؤكل الحنطره. بابا يس امي لوين راح بابا؟ يلا ابو روح في حنطره. بسرعه 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 روح 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 ولي يا الله.
أزمة.